السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة الفلاح الصغير. من المعلوم أن عملية ديال التقليم أو اللطاي الهدف منها هو إكتار الفواكه وإكتار الزهور. من بين الأمور الأساسية اللي كتدار في عملية التقليم وهي إزالة السرطانات اللي تكلمت عليهم مرارا وتكرارا ومازال غنتكلم عليهم لأنهم مهمين في الأشجار المثمرة. هاد النموذج ديال هاد الشجيرة صغيرة جدا، إلا قارناها مع الأشجار كاملة الأخرى اللي كبيرة. لاحظوا في الجهة الأخرى، الجهة الأخرى كاين أشجار كبيرة ولكن الحمولة ضعيفة جدا أو منعدمة. هاد الأمر هذا غادي يحيلنا على مسألة ديال ضرورة إزالة السرطانات. هاد إزالة السرطانات وكذلك تقليم ديال لا فورماسيون اولا تقليم التكوين مهم جدا باش نحصلوا على نموذج ديال هذه الشجره. لاحظوا يعني انتاجيه غزيره جدا. لاحظوا هناك ثمار ناضجه يعني صالحه للاستهلاك والجني، وثمار اخرى في الطريق. وفي هذه المرحلة القادمة في هذا الشهر هناك سيكون هناك أزهار. إذا من الضروري إزالة السرطانات أثناء عملية التقليم، وخاصة في البداية بحال مثلا هذا الشجر البلاصيانة خاصو في العام الثاني ديالو تعطالو واحد التقليم ديال لا فورماسيون ديال التكوين، ونحرصو على إخلاء ديال الشجرة من السرطانات ومن الشوائب ومن الأغصان اللي مفروض أنها ما تعطيناش ثمار، ونبقيو فقط على هاد الأغصان. لاحظوا دابا هادي بناء على التشخيص 100% أنها خالية من السرطانات وتقليمها كان جيدا، كان جيدا جدا، والنتيجة كما ترون هي هذه. إذا هاد المعلومة بغيت نتقاسمها معكم بشكل استثنائي باش نأكد لكم الأهمية ديال التقليم وكذلك إزالة الشوائب والمشاكل التي تكون في الشجرة التي تعترض سبيلها و تكبحها وتضعف إنتاجيتها. شكرا لكم.